الشاب يعني. اللهم امين وياك. في معلومه عندي، والله وصلتك هنا ولا هنا؟ هذه معلومه خطيره عندي هنا. يقول لك الكابتن محمد مذكور قطع 50 تفاحه على 50 راس، 50 يعني 50 ادمي، 50 اوادم. حلو، 50 من الاوادم كل واحد فوق راسه تفاحه، واحد تفاحه ومعه سيف ساموراي. هاي دخلت بقينيس صح ولا لا؟ اي صحيح. وقطعتهم كذا وكمل الوقت مع اسمع ليش، وهذه المعلومه صحيحه، وعرف لي ذي المعلومه ارجوك. هذه صارت عام 2008. هذه في 2008 كان فيه عرض في محافظة الأحساء. من كان معلق العرض؟ زيد الغيث. لا، رياض الخبران. الله يمسيه بالخير. الله أكبر. 2008. 2008. أيه. عمر ما شاء الله. إيه. رياض الله يذكره بالخير. أنا عم أكرم والله أبو. أنا عم أكرم. أيوة. فكان يعلق عليه وقتها، كان رياض الخبران موجود. فكان العرض إني جبت 50 شخص جلستهم، حطيت على رأس كل واحد تفاحة. وطول طولهم متفاوت. وقطعتها خلال 60 ثانية. أها. إيه. كذا تك تك تك. لا كذا تك تك. إيه. إيه. على ال. أمس نزلت مقطع زي كذا جزئي منه في السناب. إيه. على الفضخة يعني، على فضخة الرأس. إيه كذا. يعني أي. وش أي لو نزل السيف شوي فتح راسه. سيف. سيف ساموراي. سيف ساموراي. جيت معك سيف معنا ولا؟ إي والله موجود. والله يا رب بجيبه بعد الفاصل. طيب معلش يا اخوان، في مقطع عندكم ودي تجهزوني، اذا صار جاهز علموني. لا انت ايه ايه وش إيه اذا هو جاهز علمني. لا انت إيه العرض، عشان اكد الموضوع هذا، كان في 2008، قطعت 50 تفاحه خلال 60 ثانيه ودخلت في موسوعه جينيس ب 2008. طيب هل كان في تدريبات؟ ما انكسر رقمي الى الان على فكره يعني. ما شاء الله. الى الان. طيب يعني كم أخذت وقت حتى توصل للمهارة هذه؟ أوه هذا سؤال مرة قوي. تعتمد على إيش المهارة هذه؟ خفة اليد ولا كيف يكون توازن؟ كيف يكون توازن؟ الحين خاف أقول تواريخ، الناس يقولون شايب. لا لا ما شاء الله. بدون تواريخ. بدون تواريخ. يلا. طبعًا الطموح بدأ تقريبًا في عام 98 ميلادي أو 99 ميلادي، إنه يصير لي اسم على مستوى العالم. فبديت أعد للموضوع هذا، ولا تحقق إلا بعد 10 سنوات اللي في 2008. فترة تدريب مستمر، تدريب 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 تدريب. تدريب شخصي ولا عن طريق؟ تدريب شخصي، سفر خارج المملكة، رجوع، إلى أن أصبحت يمكن أنا السعودي الوحيد أو العربي الوحيد المتمكن بسيف ساموراي، معتمد من اليابان. ما شاء الله. سيف ساموراي الياباني. وحققتها في 2008. وكان وقت زي ما تفضلت وقلت لكم اللي هو كان معي رياض الخبران. بس ان شاء الله وكلكم. طب عطى، طيب يعني شلون بدات وكيف التدريب؟ انت كيف جت الفكره عندك اصلا؟ وش جابك للسيوف؟ التدريب من البدايه السيوف من 1419 انا بادي في المجال. وكنت احاول اني انمي نفسي يعني في الموضوع هذا. كنت معلم ولا؟ ليكون درستك؟ لا عندي لغة الجسد. عندك كأنك معلم صدق والله. ليكون درستك؟ لا تأكد. ترى بالدمام. ترى شلون بالدمام؟ في الدمام ببحث أنا. ليكون درس الله. لا والله ما أدري، بس إني كذا. إيه عندي بعد نظر. ونعم. فبديت أتدرب عاد وقتها إلين وصلت المهارة. يعني بديت بتفاحة على شخص. حلو. تستغرق مني قطعة تفاحة كان من 2.5 دقيقة تفاحة واحدة، 3 4. كانوا معي ناس صراحة يعني الله يذكرهم بخير، أسامة الزهراني، فهد أخوي، سعيد الدوسري، مصطفى أبو مرزوق، يعني الله يبيض وجيههم ويمسيهم بالخير. هذا أعضاء فريق الله بالأسود اللي تأسسوا معي 1419. ما شاء الله تبارك الله. تحملوني والحمد لله ما في إصابات ولا في أخطاء. ما نتج عنها أي. لا الحمد لله. ما شاء الله تبارك الحمد لله. طيب يعني الآن الخطوات هذه اللي ما شاء الله تبارك الله سويتها، اول شيء هل بديت بسيف قبل الساموراي او السيف الياباني هذا ولا في البدايه؟ التدريب يعني كان سيف عرضه. لا 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 سيف ياباني بس كان مثلا حاد قوه حادي. خلينا نطلع فاصل. انا اذكر لما كنا في سهم اغراضه معه فمنومه بجنب سريره. ما حد يقدر يقوم والله. اي والله لو تشوف السيوف اللي عنده اشهد لا اله الا الله، سيوف وشغل منومه ولا حد يمس ولا حد يمر عليه. مركز على طول ياخذ مخشم. المقطع اسمه فيديو 1-0 رافع محمد.
مدير الانتاج اسلم. عبد الوهاب شاركني في سهم، سوينا عرض في سهم بدون مبالغه وبدون مجامله، من احب واقرب العروض لقلبي. والله قطعت ما قطعت على احد، بس كان ممتع يعني، كان ممتع انه كان مع اخواني يعني، انا وعبد الوهاب كان هو اللي علق على العرض، اخواني كانوا موجودين اللي هم نجوم سهم الله يمسيهم بالخير كلهم يعني. وقتها انت سحبت سياره بسنونك، سحبت سياره بسنانك، سحب